لدور الإعلام بلبنان لا شك إنه جدا مهم، ولكن للأسف ما عم بيكون في مناقبية كاملة لهيدي الأدوات إنه تقوم بعملها. تم زج الأدوات الإعلامية تحت سلطة النظام الحالي، وإضافة لهيك تحت سلطة رأس المال، وللأسف أصبح الإعلام بمكان من الأمكنة أو بعض الإعلاميين مرتهنين لأجندات معينة، وبالتالي دور الإعلام يجوز إعادة هيكلته، فلترته، العمل عن كثب على هيدي السلطة الرابعة والفعالة. وإذا منلاحظ بكل تاريخ الحروب أو المعارك السياسية أو التجارب السياسية إذا صح التعبير، الإعلام هو الأداة الأقوى بالمجتمعات. وبالتالي أظن بمحل من المحلات لازم يكون دور الإعلام اللبناني فعال أكثر، مناقبي أكثر، وعم بحقق الأهداف بشكل سليم. من المحاضرة اليوم مبادرة شبابية يبنى عليها بمكان من الأمكنة، هيدا التعاون إذا صح التعبير استلخاص دروس معينة من التجربة السابقة، بدنا نحكي من 2015 وصولا لليوم، وبمكان ما وضع إطار محدد لأدوات التغيير والهيكل التنظيمي لهذا التغيير. نحن اليوم بمجتمع يرعى نظام بمكان من الأمكنة أبوي، نظام بمكان من الأمكنة قد يكون عنده معلم فساد واضح، نظام بمكان من الأمكنة ما في لا مساءلة ولا محاسبة، وبالتالي تجربة شبابية مميزة جدا لإعادة إحياء